كل عام يجبر ملايين الأشخاص حول العالم على ترك ديارهم بسبب آثار الصراع أو الكارثة. يجد العديد من هؤلاء الأشخاص أنفسهم نازحين داخلياً في أنواع مختلفة من المواقع. المخيمات المخططة، المواقع العفوية، المراكز الجماعية ومراكز الإجلاء. حتى عندما يتم تلبية الاحتياجات الأساسية، غالباً ما يعني النزوح أن تكون عاجزاً، قطع الخدمات والحماية المهمة، وتركك بدون رأي في القرارات التي ستؤثر على حياتك. تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات أو CCCM تضمن الوصول العادل والكريم إلى المساعدة والمعلومات والحماية للنازحين، ليس فقط في المخيمات ولكن في جميع مواقع النزوح الجماعي. شركاء إدارة المخيمات بذلك بعدة طرق: 1. رصد وتنسيق الخدمات. التأكد من تنسيق الخدمات بفعالية ومراقبتها لضمان الالتزام بالمعايير المناسبة. 2. إشراك المجتمع المحلي ومشاركته. العمل مع مجموعات المجتمع المحلي لدعم مشاركتها في صنع القرار والاستماع إلى تعليقاتها وشواغلها. 3. الرعاية والإعالة. العمل مع المجتمع للتأكد من أن بيئتهم آمنة وكريمة قدر الإمكان. 4. بناء القدرات. مساعدة المجتمعات على التعامل مع الحياة أثناء النزوح ومساعدتها على الاستعداد للحياة بعد ذلك. للقيام بكل هذا يعمل CCCM مع الحكومات لمساعدتها على الاستعداد للنزوح داخل بلدانها والتصدي له، الجهات الفاعلة الإنسانية بما في ذلك المنظمات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في تنسيق ورصد الخدمات والمساعدة، والمجتمعات النازحة نفسها وضع الناس في قلب المساعدة الإنسانية. يمكن أن تتخذ نهاية النزوح أشكالاً عديدة، فبعض الناس قادرون على العودة وإعادة توطين البعض في أماكن أخرى، وقد يتكامل آخرون حيثما وجدوا. للأسف يستمر اقتلاع المزيد من الناس من منازلهم على مستوى العالم كل عام. بالنسبة إلى CCCM، يجب أن تكون مواقع النزوح الجماعي هي الملاذ الأخير بينما نبحث عن حلول دائمة.